الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، إن الله جل وعلا لما ذكر ما أعده لأعدائه وأعداء رسله من العذاب الشديد في نار جهنم ذكر ما هيأه لأوليائه المؤمنين من الخير العظيم والمنافع الكثيرة، فقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون. ولعلنا نقرأ هذه الآيات من سورة الحجر في لقائنا الثالث من لقاءاتنا في تفسير سورة الحجر، فتفضل مشكورا بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون، أدخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون، قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون،
واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. لما ذكر الله جل وعلا قصة إبليس مع أبينا آدم وأنه استكبر عن تنفيذ أمر الله بالسجود تحية له، ذكر عاقبة من اتبع هذا العدو ومن سار على طريقته بأن يجعل في نار جهنم، وذكر في مقابل ذلك شأن أولئك المؤمنين المتقين الذين لم يستجيبوا لهذا العدو ولم ينقادوا لإغوائه، فقال إن المتقين وهم الذين اتقوا طاعة إبليس واتقوا عقوبة الله جل وعلا، فهؤلاء سيجعلهم الله في جنات وعيون. والجنات البساتين الكثيرة التي يغطي بعضها بعضا، يقال جنة كذا بمعنى أنه تغطى بغيره، ولذا سمي الجان بهذا الاسم لأنهم يتغطون عن الأنظار وعيون، أي في مياه جارية وفي مياه يرونها تحت أقدامهم. ثم يقال لهم في ذلك اليوم ادخلوها بسلام آمنين، أي يرحب بهم ويستقبلون بالكلمات الجميلة، فيقال لهم ادخلوا هذه الجنان فتحت لكم وتيسرت لكم أمورها، وبالتالي فيبشرون بمجرد إقبالهم يبشرون بالسلام، فلا يأتيهم ما يكدرهم، فأمن وارف ونعم متعددة وخيرات كثيرة متعاقبة. ادخلوها بسلام آمنين، يأمنون من كل ما يكدر خواطرهم ويأمنون من كل ما يزيل عنهم التنعم بنعم الله جل وعلا. ثم قال ونزعنا، أي خلصنا قلوبهم مما كان فيها من غل كان بينهم في الدنيا، ولذا قال ونزعنا، أي رفعنا وأخذنا بقوة ما في صدورهم، أي ما كان في قلوبهم وصدورهم من غل، بحيث كانوا يتنافسون على أمور دنيوية في دنياهم، أما في الآخرة فإنهم يصبحون متحابين متصافين إخوانا على سرر متقابلين، أي أنهم بمثابة الإخوة، يحب بعضهم بعضا ويود بعضهم بعضا على سرر متقابلين، أي يشاهد بعضهم بعضا ويزاور بعضهم بعضا ويحادث بعضهم بعضا، لا يكون بينهم تقاطع ولا تدابر، وإنما يتقابلون ما بين وقت وآخر، لا يمسهم فيها نصب، النصب التعب
بمعنى أنهم لا يأتيهم ما يكدر بالهم ولو بالشيء اليسير، فاستعمل كلمة المس لنفي الشيء اليسير القليل لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فإذا دخلوا الجنة أمنوا أنهم سيبقون فيها أبد الآباد، إذ لا يأتيهم سبب يخرجهم من جنان الخلد. وكأنه يذكرهم في هذا بما فعله عدوهم إبليس حينما أخرج أباهم من الجنة، لكنهم إذا دخلوا الجنان في يوم القيامة فإنهم يبقون فيها ولا يخرجون منها. ثم وجه الله جل وعلا النداء لعباده فقال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أي أخبرهم وأعلمهم واجعلهم يعرفون معرفة كاملة أن الله جل وعلا هو الغفور الرحيم، ومن ثم عليهم أن يعودوا إلى الله جل وعلا، وأن يستشعروا أنه مهما حصل منهم من تقصير أو خطأ وزلل فإنهم متى توجهوا إلى الله غفر الله ذنوبهم وتجاوز عن سيئاتهم. لكن إذا لم يعودوا إلى الله فليحذروا من الآية الأخرى في قوله: وأن عذابي هو العذاب الأليم، أي المؤلم الذي يجدون شدته وقسوته. ولذا على الإنسان أن يستشعر أن ما جاءه من خير فهو من ربه بمغفرته وفضله وإحسانه، وما أتاه من ضد ذلك فإنما هو نتيجة أعماله، ومن ثم عليه أن يكون من التوابين الرجاعين إلى الله جل وعلا. ثم قال سبحانه: ونبئهم، أي أخبر عباد الله عن ضيف إبراهيم. وذلك أن الله عز وجل قد أراد منا أن نتأسى بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، الذي كان أمة وحده في التوحيد، والذي صبر في الدعوة إلى الله جل وعلا، وحتى ألقاه قومه في النار يريدون إحراقه. فأراد الله عز وجل أن يتأسى المؤمنون بهذا النبي الكريم، فقال: نبئ عبادي، فقال جل وعلا: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه، أي أن الملائكة عليهم السلام دخلوا على إبراهيم عليه السلام في مقره وفي بيته فسلموا عليه، فكان دخولهم عليه في البيت بدون استئذان مسببا القلق والخوف عنده. فلذا قال: إنا منكم وجلون، أي خائفون منكم ومن قدومكم علينا. فقال الملائكة لإبراهيم: لا توجل، أي لا تخف، فإن من كان مع الله فإنه لا يخاف إلا من الله، إنا نبشرك بغلام عليم. فبدل الله حال الخوف والوجل بحالة الأمن والطمأنينة. ولذا قال الملائكة: إنا نبشرك بغلام، أي بولد عليم، أي يكون من شأنه أن يعلمه الله عز وجل فيكتسب العلم الوفير. حينئذ استغرب إبراهيم من هذه البشارة، فقال لهم: أبشرتموني، أي هل تقدمون لي البشارة والخبر السار مع أنني كبير في السن، مثلي لا يولد له، فبما تبشرون، أي فكيف تبشرونني بالولد
مع عدم وجود الأسباب التي تؤدي إلى وجود الولد. وكانت امرأته عاقرة، فحينئذ بالموازين البشرية لا يحدث ما بشروا به ولا يحصل ما أخبروه به، لكنهم ذكروه بقدرة الله جل وعلا فقالوا له: بشرناك بالحق، أي هذه بشارة من عند الله عز وجل، وبشارة الله حق وليست بباطل. وحينئذ ليكن من شأنك أن تقبل البشارة وأن تفرح بها وأن تتعلق بالله جل وعلا، ومن علق أمله بالله فإنه لا يخيب. ولذا قالوا له: فلا تكن من القانطين، أي اليائسين المستبعدين لفضل الله جل وعلا. فقال لهم إبراهيم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي أن أهل الإيمان لا زالت قلوبهم راجية لله جل وعلا، تؤمل في فضله وإحسانه مهما بعدت الأسباب ومهما ظن العباد أنه لا سبيل لتحقيق ما يرغبون فيه ويريدون. ثم سألهم بسؤال: ما خطبكم أيها المرسلون، أي لأي شيء أرسلتم، وما هي المهمة التي بعثتم من أجلها؟ فقالوا له: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي بعثنا الله عز وجل لننزل العقاب بقوم قد حصل منهم الإجرام بإقدامهم على الفواحش وعدم استجابتهم لأمر الله وعدم طاعتهم لنبيه لوط عليه السلام. ثم استثنوا فقالوا: إلا آل لوط، أي سنعذب هؤلاء القوم المجرمين إلا آل لوط. ولوط نبي من أنبياء الله، أرسله الله جل وعلا إلى قومه من أجل أن يرشدهم إلى التوحيد وأن يبعدهم عن الفواحش، إلا أن قومه لم يستجيبوا له. وقوله إلا آل لوط يعني أهله من ذريته، فقال: إنا لمنجوهم أجمعين، أي سنجعلهم ينجون من هذا العذاب ولا يصيبهم العذاب، إلا امرأته، أي إلا زوجته، فإنها لم تستجب له، وكانت تدل قومها على أضيافه، ولذا كان من شأنها أن تبقى مع قومها في العذاب. ولذا قال: قدرنا، أي عرفنا وحسبنا أنها لمن الغابرين، أي الباقين الذين يصيبهم العذاب. فإن قال قائل: هؤلاء الملائكة أرسلوا بالعذاب إلى قوم لوط، فلما مروا بإبراهيم أول أمرهم؟ فيقال بأن لوط عليه السلام قد استجاب لدعوة إبراهيم، كما قال في الآية الأخرى: فآمن له لوط. وحينئذ ناسب أن يخبر بما يحصل للوط وقومه إبراهيم عليه السلام، لأنه كان شيخا له وقد دعاه إلى التوحيد. فقال: فلما جاء آل لوط المرسلون، أي لما وصل الملائكة الذين أرسلهم الله بالعذاب إلى لوط عليه السلام وإلى أهل بيته، استنكرهم، فإنه لم يكن يعرفهم ولم يكن من شأن الناس أن يمروا بقريتهم، بسبب أن الناس يتخوفون من قوم لوط أن تجرئهم نفوسهم
على فعل الفاحشة بهم، ولذا كان ورود الأضياف على هذه القرية من الأمور المستغربة المنكرة. فقال الملائكة للوط: بل يعني نحن قدومنا ليس بأمر منكر، ولسنا قوما منكرين، وإنما جئناك وأتينا إليك بالأمر الذي كانوا يشكون فيه. فإن لوطا كان يحذر قومه من نزول العذاب بهم، لكنهم لم يكونوا يوقنون بما أخبرهم به لوط من نزول العذاب بهم، بل كانوا يشكون في ذلك، ولذا قالوا: جئناك بما كانوا فيه يمترون من العذاب الشديد، وأتيناك بالحق، أي بأمر من عند الله عز وجل بنجاتك ونجاة أهلك ووقوع العذاب على هؤلاء المجرمين، وإنا لصادقون، أي قد أخبرناك بخبر موافق للحق والواقع. ولذا أمروه بأن يسير بأهله ليلا، فقالوا له: فأسر بأهلك بقطع من الليل. السرى المشي ليلا، وقوله بقطع من الليل أي في جزء من أجزاء الليل قد أظلم بحيث لا ينتبه لك قومك، واتبع أدبارهم، أي سر في الطريق الذي يخلفهم فتكون على خلافهم وفي خلفهم، ولا يلتفت منكم أحد، أي ليكن من شأنكم المضي سريعا، حتى مجرد الالتفات أو التحسف على هؤلاء القوم لا يكن من شأنكم، بل امضوا، أي سيروا وواصلوا المسير حتى تصلوا المكان الذي تؤمرون بالوصول إليه. وقضينا، أي أخبرناه خبرا صادقا لا مرية فيه، وقضينا إليه ذلك الأمر، أي أخبرناه بقضاء الله الواقع لا محالة، أن دابر هؤلاء، أي ما خلفوه، مقطوع مصبحين، أي سيهلكهم الله جل وعلا في صباح ذلك اليوم، وسيهلك كل ما لديهم من أنواع المال والممتلكات والدور. في ذلك الوقت تسامع قوم لوط بهؤلاء الأضياف، إما بإخبار زوجته لهم أو بغير ذلك، فجاءوا يطلبون ما كانوا يفعلونه من الفواحش، فجاء أهل المدينة يستبشرون، أي يبشر بعضهم بعضا بأنهم وجدوا بغيتهم في أقوام عليهم وسامة ومنظر جميل، من أجل أن يفعلوا ما طمعت به نفوسهم من الفاحشة المنكرة. فردهم لوط عليه السلام، ولم يقبل منهم أن يتعرضوا لأضيافه، فقال لهم: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. نهاهم عن فعل الفاحشة بأضيافه، فقال: ليكن من شأنكم أن تتركوا هذا الفعل القبيح الذي ترغبون فعله لأمرين، أولهما مخافة الله جل وعلا، فإن الله لا يرضى هذا الفعل ولا يقره، فليكن من شأنكم أن تخافوا من عقوبة الله أن تنزل بكم بسبب إقدامكم ورغبتكم في فعل هذه الفاحشة. وأما الأمر الثاني فهو
ما يتعلق بسمعة الإنسان، حيث إن أضيافه في وجهه عليه أن يحميهم وأن يبعد عنهم كل سوء، فكيف يرضون على أضياف لوط بهذه الفعلة الفاحشة الشنيعة؟ ولذا قال لهم: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، أي لا تسيئوا سمعتي، وفي نفس الوقت اتقوا الله باجتناب هذه الفواحش، ولا تخزون، أي لا يكن من شأنكم أن تلحقوا بي الخزي. لم يلتفتوا إلى موعظة لوط، ولم يستجيبوا لرجائه، ولم يراعوا حرمته ولا سمعته، فقالوا له: قد نهيناك قبل عن استقبال الخلق أجمعين. فقالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ وقلنا لك لا تستضيف أحدا، فبما أنك خالفت ما نهيناك عنه فحينئذ لن نستجيب لموعظتك ولا لرجائك. فقال لهم لوط: إن كنتم تريدون قضاء وطركم فعليكم بزوجاتكم اللاتي جعلهن الله لكم حلالا تستمتعون بهن، أو على قول سأزوجكم ببنات أهل هذه القرية لتتمكنوا من قضاء وطركم بهن. فقال: هؤلاء بناتي، يعني أزوجكم بهن إن كنتم فاعلين، أي كنتم ترغبون في قضاء وطركم. قال الله تعالى: لعمرك، أي لقسمك الذي تقسم به، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فإن صاحب الفاحشة إذا أقدم على الفاحشة كان ذلك من أسباب عدم تفكره في العواقب وتأمله في مآلات الأفعال، فيكون بمثابة السكران لا يهتدي ولا يعقل آثار فعله. ولذا قال: إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي لا يستطيعون النظر إلى عواقب الأمور، ولا يتأملون ويتفكرون فيما خوفهم منه لوط عليه السلام. ولذا قال: فأخذتهم الصيحة مشرقين، أي لما جاء الصباح حال شروق الشمس أرسل الله عليهم صيحة فيها صوت يرعدهم ويرهبهم يقضي عليهم. ولذا أخذتهم الصيحة مشرقين، فرفع الله جل وعلا بلادهم ثم نكسها عليهم وقلبها فجعلها تدكهم دكا، فقال: فجعلنا عاليها سافلها، أي أعلى بلدانهم من الأشجار والبنيان أصبح في أسفل الأرض، لأن الله جل وعلا قد قلبها عليهم. قال: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، أي أن أولئك الذين لم يكونوا في أصل قريتهم أرسل الله جل وعلا عليهم حجارة من نار تهلكهم وتقضي عليهم. قال تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي في هذه القصص التي قصها الله في كتابه، وفي هذه العقوبات التي أنزلها الله بالمعرضين عن اتباع أنبيائه عبرة وعظة لأولئك المتوسمين الذين يعرفون الأمور بالفراسة، ويكون من شأنهم أن يقيسوا أحوالهم على أحوال من مضى. وإنها، أي قرية قوم لوط، لبسبيل مقيم، أي في الطريق الذي يتمكن الناس من المرور به
ويشاهدون آثار العقوبة التي نزلت بهم. ثم قال: إن في ذلك، أي في هذه القصة وفيما أنزل الله جل وعلا من العقوبة بقوم لوط، لآية، أي لعلامة وعظة وعبرة للمؤمنين الذين ينتفعون بالمواعظ وتحركهم إلى الله جل وعلا. أما من طمست قلوبهم فأعرضوا عن الحق فإنها لا تؤثر في نفوسهم شيئا. ففي هذه الآيات فوائد وحكم وأحكام، فمن ذلك أن الله جل وعلا قد جعل الجزاء الحسن في الآخرة لأهل التقوى، وفي هذه الآيات الترغيب في طاعة الله عز وجل واجتناب طاعة عدوه الشيطان الرجيم، والتحذير من طاعة هذا العدو، وأن ترك طاعته من أسباب دخول الجنان. وفي هذه الآيات سلامة أهل الجنة من كل ما يكدرهم، فلا خوف عليهم ولا حزن لديهم ولا مصائب ولا معائب لديهم، بل يسلمهم الله منها جميعا. وفي هذه الآيات ما ذكره الله من الأمن الوارف لأهل الجنان الذين يستقبلون بالترحيب والبشارة أول ما يقدمون على تلك المواطن. وفي هذه الآيات أن ما يكون في القلوب من غل في الدنيا فإنه لا ينافي أصل الإيمان، ولذا ذكر الله جل وعلا أن المتقين ينزع ما في صدورهم من غل. وفي هذه الآيات أنه ينبغي بالإنسان أن يصفي قلبه، وأن يكون من شأنه أن يتمنى الخير للآخرين حتى ولو كانوا منافسين له، حتى ولو آذوه وتعرضوا له بأنواع الأذى، فإن من كان من شأنه أن يحب الخير للآخرين كان ذلك من أسباب وروده في مواطن الخير دنيا وآخرة. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الأهل الجنة يقابل بعضهم بعضا، وأنهم يتزاورون ويتفاكهون ويحدث بعضهم بعضهم الآخر. وفي هذه الآيات سلامة أهل الجنة من أن يكون عندهم أعمال متعبة. وفي هذه الآيات أن أهل الجنة يبقون فيها أبد الآباد، لا يخرجون منها أبدا، فالجنة دار باقية لا يخرج أهلها منها أبدا. وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يكون جامعا لجانبي الخوف من الله والرجاء له سبحانه وتعالى، وأنه لا ينفرد بأحد الجانبين عن الآخر. قال الله تعالى: قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي هذه الآيات أن قصص الأمم السابقة فيها عبرة وعظة لمن تفكر فيها وتأمل ما فيها من القصص. وفي هذه الآيات فضيلة إبراهيم عليه السلام. وفي هذه الآيات الترغيب في ضيافة الأضياف، وأن هذا عمل صالح سارت عليه طريقة الأنبياء عليهم السلام، ولذا استقبل إبراهيم أضيافه، واستقبل لوط عليه السلام
أضيافه. وفي هذه الآيات أن الإنسان إذا قابل غيره ينبغي به أن يبدأه بالسلام، كما سلم الملائكة على إبراهيم عليه السلام. وخوف إبراهيم منهم إما لكونهم دخلوا بدون أن يستأذنوا، وإما لأنه قدم لهم الضيافة فلم يأكلوا منها، كما ورد في آيات أخر. وقوله وجلون، ظاهر هذا أنه خاف من الله أن يرسل إليه بعض عباده بما يؤذيه. وفي هذه الآيات استحباب التبشير بالخير وبالأخبار السارة التي يفرح المؤمن بها، كما بشر الملائكة إبراهيم عليه السلام بالغلام. وفي هذه الآيات فضيلة العلم، وأن من كان من أهله فإنه يثنى عليه، ولذا كانت البشارة بكون هذا المولود سيكون عالماً في مستقبل أيامه زيادة في البشارة. وفي هذه الآيات أنه لا ينبغي بالإنسان أن يلتفت إلى الأسباب المجردة، وينبغي به أن يكون موقناً بصدق وعد الله جل وعلا. فما وعد الله به عباده المؤمنين من أمور أخروية أو دنيوية علينا أن نجزم بها وأن نصدق بها، ولا يكون عندنا شك فيها. فإذا وعد الله المؤمنين بالرزق الهنيء في الدنيا صدقنا بذلك، كما قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإذا وعد الله المؤمنين بالنصر والتمكين صدقنا بذلك، قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإذا وعد الله جل وعلا المؤمنين باجتماع كلمتهم وتآلف قلوبهم صدقنا بذلك، ولم يكن عندنا أدنى شك فيه. وفي هذه الآيات أن اليأس من رحمة الله والقنوط من المعاصي والذنوب التي لا يسير عليها إلا الضالون. وفي هذه الآيات أنه لا يقنط من رحمة الله إلا من كان جاهلاً بالله وبسننه في الكون. والناظر في تواريخ الأمم وسيرها يجد أن الله عز وجل ينصر عباده المؤمنين، قد يبتليهم في أول الأمر ببعض البلوى ليختبر إيمانهم، ولكن تكون العاقبة الحميدة لهم دنيا وآخرة. وفي هذه الآيات جواز أن يسأل الإنسان غيره عن المهام الموكلة إليه، وأن يستفسر منه عن أعماله، كما سأل إبراهيم عليه السلام هؤلاء الملائكة فقال لهم: ما خطبكم أيها المرسلون. وفي هذه الآيات التذكير بعواقب الله جل وعلا للمكذبين الكافرين، وأن عاقبتهم عاقبة السوء. وفي هذه الآيات أن الإجرام بخروج الإنسان عن طاعة الله من أسباب نزول العقوبات الدنيوية. وكم شاهدنا في حياتنا من أناس ظننا أن الدنيا قد حيزت بأيديهم، فأنزل الله جل وعلا العقوبة لهم في لحظات لم يكونوا يتوقعونها. وفي هذه الآيات فضيلة لوط عليه السلام، وكيف أنجاه الله جل وعلا، وأنه من أتباع إبراهيم عليه السلام، ولذا أخبر بمآله ومآل قومه إبراهيم. ولذا أخبر إبراهيم عليه السلام
بمآل لوط ومآل قومه، لأنه ممن استجاب له وآمن به. وفي هذه الآيات أن قرابة الإنسان من أهل الخير لا تفيده نجاة متى كان مخالفا لهم في طريقتهم ونهجهم. وفي هذه الآيات أن الإنسان لا يعاب بفعل أحد من قرابته، فإن كل عبد يسأل عن عمله، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي هذه الآيات سؤال الإنسان عن أضيافه ليتأكد منهم ومن حالهم. وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به، بل يجب عليه أن يصدق بوعد الله عز وجل، وأن يكون موقناً به لا يتردد في ذلك. وفي هذه الآيات استجابة الإنسان لنداء الله عز وجل له بما يكون سبباً من أسباب نجاته دنياً وآخرة. وفي هذه الآيات أن العبد لا يحزن إذا نزل عذاب الله وعقوبته بالمخالفين لأمره سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن الضيف حقه التقدير والاحترام واجتناب مضرته بأدنى نوع من أنواع المضرة. وفي هذه الآيات من الفوائد أن تحريم جريمة الفاحشة بإتيان الذكور للذكور، وأن هذا من أسباب نزول العقوبات الشنيعة في الدنيا مع العذاب الأليم في الآخرة. وفي هذه الآيات أنه لا ينبغي بالإنسان أن يمكن لهؤلاء الذين يدعون لمزاولة هذا المنكر، ولا أن يتعاون معهم، ولا أن يمكن لهم بأي نوع من أنواع التمكين أو الدعاية. وفي هذه الآيات أن الله إذا حرم شيئا جعل في المباح الحلال ما يغني عنه، فلما حرم الزنا والفواحش أبدل الله العباد بالزواج الذي يتمكنون فيه من قضاء شهوتهم بما يعود عليهم بالخير والنفع. وفي هذه الآيات أن أصحاب الفواحش يسكر على أبصارهم وعقولهم، وبالتالي لا يفكرون في عواقب الأمور، فتعود عليهم الأمور بالسوء. وفي هذا أن أهل الفواحش تكون العاقبة السيئة لهم في الدنيا، فيأتيهم الفقر ويأتيهم المرض وتأتيهم أنواع العقوبات. وفي هذه الآيات قدرة الله عز وجل على إهلاك الخلق بالأمور اليسيرة، فهؤلاء القوم إنما أهلكهم الصوت الصيحة، وهناك من أهلكه الماء الغرق، وهناك من أهلكه الهواء الريح، فانظر لقدرة رب العزة والجلال حيث جعل الأمور العظيمة بإهلاك الأمم الكبيرة بأسباب يسيرة، مما يدلك على قدرته جل وعلا، ويزرع في قلبك مخافته سبحانه وتعالى. وانظروا أيها المؤمنون في حالكم في الأزمان الماضية، في السنوات القليلة الماضية، جاءنا هذا المرض الذي عم الأرض في مشارقها ومغاربها، وألزم الناس بيوتهم، فلم يمكنهم من قضاء حوائجهم، بل منعهم من الذهاب لكل أمر يطلبونه. كيف عطلت المساجد وعطلت المدارس
وعطلت الأعمال وعطلت المحال التجارية، فهذا مما يجعل العبد يوقن بقدرة رب العزة والجلال. وانظر للعبرة في هذا الهوى الذي تتنشقه وتدخله في جوفك بدون حسيب ولا رقيب، وبدون أن يؤخذ منك أجرة، وبدون أي كلفة. عندما تأتي هذه الحشرة اليسيرة التي لا ترى بالعين المجردة فتدخل في بدن الإنسان فيصاب بهذا المرض، يصعب عليه أن يدخل الهواء إلى بدنه، ويصبح الأكسجين الذي كان أيسر ما يكون وأبخس ما يكون أغلى ما يكون، يبذل عليه الأموال الطائلة من أجل أن يتمكن من إدخاله في جوفه ولا يستطيع لذلك سبيلا. فاعتبروا يا أولي الأبصار. وفي قوله جل وعلا إن في ذلك لآيات للمتوسمين، استدل بها بعض أهل العلم على الفراسة، وأن الإنسان قد يستدل بمبادئ الأشياء على نهاياتها، ويستدل بعلاماتها وأطرافها على حقائقها. وفي هذه الآيات أن المؤمن عند انتقاله وسفره ينبغي به أن يتأمل ما في هذا الكون وما في الطرقات من آيات عظيمة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن من يعتبر ويتعظ بما في الكون هم أهل الإيمان بالله عز وجل، فكلما ازداد العبد إيماناً بالله زاد انتفاعه بالمواعظ والعبر التي تكون أمامه. وأما من أعرض عن دعوة الحق فإنه تمر به الآيات العظيمة والمواعظ الكبيرة فلا يتحرك قلبه لها بشيء. بارك الله فيكم وأسعدكم في دنياكم وأخراكم، ونجاكم الله من كل سوء كما نجى لوطا عليه السلام، كما أسأله جل وعلا أن يجعلكم من عباده الحنفاء الموحدين، وأسأله جل وعلا أن يجعل عاقبتكم في الأمور كلها خيرا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يجعلهم متعاونين متكاتفين على ما فيه نفع الخلق أجمعين، كما نسأله سبحانه أن ينشر دينه وأن يدخل فيه الخلق، وأن يبعد عنهم أنواع الضلالة وجهود أهل الإفساد، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.